السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز الأهلي على نادي المصري بالسندوم 1-0 بكأس مصر وتخطي الدور الموجب. أنا بأناشد بقى كابتن مصر ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب بأن يدي الفرصة للكابتن سامي قمصان بالتدريب النادي الأهلي بدلا من بيتسو وموسيماني، لأن طبعا محدش بيروي دراع النادي الأهلي ولا لعيبة ولا مدير فني، عشان ميتسو وموسيماني بيروي دراع الأهلي وعايز فلوس زيادة وزوجته بتطالب بعمولة زيادة. فأنا والله شايف يعني إن كابتن سامي قمصان النهارده عمل أداء حلو ورائع مع أول مباراة لي مع النادي الأهلي، تمام، حتى في تغييراته يعني عطى الثقة لحسام حسن ومطلعهوش، تمام، عمل شكل من النادي الأهلي رغم الإصابات والغيابات الكتير أوي، يمكن أكتر من 8-7 لعيبة غايبين من النادي الأهلي النهارده. وطبعا فريق المصري بالسلوم فريق مش يعني مش ضعيف برضه، كان بيلعب بخطة دفاعية وعنده ثقة وما كانش راهب الأهلي، ورغم ذلك كابتن سامي قمصان أثبت وجوده بتغييراته وبخطته وبفكره في الملعب. فأنا أناشد الكابتن محمود الخطيب كابتن مصر ورئيس النادي الأهلي إن يدي الفرصة لكابتن سامي قمصان بقيادة النادي الأهلي لنهاية الموسم، ولو نجح مع الأهلي وإن شاء الله ينجح يكمل مع الأهلي، ليه لأ؟ زيه زي فتحي مبروك زي أي مدير فني مصري درب النادي الأهلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.